مقابلة كانت مباراة جيدة لأن كان اللعب مفتوح واللي كان كيسبق الكرة هو هلال الناظور فتح الناظور ياك استغلوا الفرص اللي جا والحكم كان ضعيف شوية ماشي ضعيف ضعيف بزاف لأن ناحية ضربات جزاء ما كايناش فريق شباب العريش رجع في المباراة حتى الشوط الثاني وكان في المستوى ولكن المقابلة التقنية كانت ممتازة كانت مفتوحة على الطرفين وكانت فيها يعني المباراة باينة بأن راها 4 أهداف لجوج باين بأن راها كاين مستوى ديال الكرة.